ننتقل يا دكتور إلى السؤال الخامس والذي أرسل به هذه الأخوة في مجال علم النفس. سؤالي للدكتور عصام بارك الله فيه، ما هي الشخصية المزوخية في علم النفس، وهل هي حالة وراثية أم حالة مرضية تعرض للإنسان في حياته؟ الشخصية المزوخية هي عكس الشخصية السادية، حيث أن الشخصية السادية هو الشخص الذي يتلذذ بتعذيب الآخرين، بينما المزوخية هي عكسها، بأن يقوم الرجل يتلذذ بأن يعذب، أي أن يكون الضحية في التعذيب. أما أسبابها فهي كثيرة، تتعلق من المرحلة ما بين سن السادسة من العمر وحتى سن البلوغ، وترتبط ارتباطا كليا بالوالدين والتنشئة التي نشأ في هذا الرجل. حقيقة هي حالة مرضية وليست اضطراب، هي حالة مرضية ويلزمها علاج. أما أن تكون وراثية فهي ليست وراثية، وهي انعكاس للتنشئة وطريقة تعامل الأبوين مع هذا الطفل، فأصبح إما أن تكون تعود على هذا النظام بأن يتلذذ بأن يكون ضحية، فيكبر مع هذا الشعور إلى ما شاء الله من العمر، لكن هذا يعتبر مرض يحتاج إلى علاج. تابع قناتنا على اليوتيوب وتواصل معنا عبر سناب شات، إنستغرام، واتساب.